تتواصل الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 23 من هذا الشهر. للمزيد حول فعاليات حملة المرشح الرئاسي مصطفى موسى، تنضم إلينا مباشرة من مقر حزب الغد مراسلتنا جرمين إبراهيم. جرمين، ماذا في أجندة الحزب للإعداد للدعاية الانتخابية؟ هل يبدو الحزب وقياداته راضون عما أنجز فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية للمرشح موسى ومصطفى موسى؟ أرحب بك أحمد. بالفعل، مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، ورئيس حزب الغد مصطفى موسى ورمزه الطائرة، نرصد معكم التحركات الخاصة بالحملة التي تخص المرشح الرئاسي مصطفى موسى من مقر حزب الغد، وهو نفس المقر المخصص للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي مصطفى موسى. يعني الحدث الذي يسيطر على الأجواء في الحملة الانتخابية هو الاستعداد لمؤتمر جماهيري تم الإعلان عنه، أنه سيتم تنظيمه في يوم 23 من مارس الجاري، وهو آخر يوم مخصص للدعاية الانتخابية. حتى الآن لم يتم تحديد المكان الذي سيتم فيه يعني إقامة هذا المؤتمر، ولكن سيقوم بحشد في كل مؤيدي المرشح الرئاسي مصطفى موسى، والإعلان فيه عن تفاصيل البرنامج الانتخابي بشكل مفصل، حتى وان بدات يعني ملامح هذا البرنامج الانتخابي تظهر من الان فيما يخص التصريحات التي صرح بها المرشح الرئاسي مصطفى موسى، وحدد بها ملامح البرنامج الانتخابي والتي تتضح انها تتجه في اتجاه الاهتمام فيما تبقى من نقاط المحفل الابرز. حسب ما فهمت من حديثك من داخل حزب الغد، سيكون مؤتمر حاشد او مؤتمر يوصف بالمؤتمر الحاشد في 23 من مارس، مع اغلاق باب الدعاية الانتخابية إذانا ببدء فترة الصمت الانتخابي قبيل أيام من انتخابات الداخل. هذا يعني أن الحزب ربما لا يعول كثيرا على أصوات المصريين في الخارج، لأن 23 معناه أننا تجاوزنا مرحلة تصويت المصريين في الخارج في 16 و17 و18 من مارس. هل هكذا تقوم فلسفة الحزب؟ يعني بالفعل أحمد، كما ذكرت، هو سيكون بعد إقامة الانتخابات الخاصة بانتخابات المصريين في الخارج، ولكن يعني هذا لن يكون المؤتمر الوحيد. فوفقا للتصريحات من الحملة وأعضاء الحملة لحزب الغد وأعضاء حملة المرشح الرئاسي مصطفى موسى، أنه بالتوازي مع التحضير لهذا المؤتمر الجماهيري سيتم إقامة عدد من المؤتمرات في مختلف محافظات الجمهورية، سواء من أعضاء حملة مصطفى موسى أو حتى عن طريق يعني المجلس المصري للقبائل العربية والمصرية، خاصة بعد ما أعلن تأييده للمرشح الرئاسي مصطفى موسى. فإذا الحملات ستستمر بشكل طبيعي، وسيتم فيها الإعلان عن كل تفاصيل الخاصة بالحملة الانتخابية ومناشرات الأصوات سواء في الداخل أو في الخارج، لكن المؤتمر الجماهيري ربما سيكون هو ختام للحملة الدعائية والحملة الانتخابية بشكل كبير وبشكل أكبر. بيتم في حشد كل المؤيدين بشكل عام، والإعلان فيه عن تفاصيل الانتخابات وتفاصيل البرنامج الانتخابي قبل أيام من الانتخابات في الداخل. يعني بالعودة مرة أخرى لما كنت أتحدث عنه فيما يخص لبرنامج أو ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي مصطفى موسى، فبيظهر أنه بيتجه لنحو الفلاح المصري، خاصة مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها فيما يخص يعني توريد المحصولات الزراعية بأسعار مناسبة، وأيضا توفير الأسمدة والكيماويات للفلاح المصري. بيبدو أيضا أنه بيولي اهتمام للشباب ولملف التعليم والصحة والقضايا العربية. يمكن فيما يخص ملف الشباب، قد أعلن عن أنه سيكون هناك فرصة لتطبيق منظومة الرأسمالية بين أصول الدولة والشباب عن طريق توفير يعني وشراء للشباب أسهم بأسعار مخفضة وتشجيعهم على التصدير عن طريق برنامج سيتم توجيهها للشباب، واستغلال طبعا تعويم الجنيه من أجل التأكيد على التصدير والتوجه للسوق الأفريقي كبعض الدول الأسيوية الهند، وأن يتواجد المنتجات المصرية بشكل أكبر في السوق الأفريقي. الحقيقة أيضا أنه يمكن بدأ وهو ما رصدناه بالفعل تعليق الملصقات واللافتات الخاصة بالحملة الانتخابية للمرشح
الرئاسي موسى مصطفى موسى في مختلف انحاء الجمهوريه بشكل خاص في وسط البلد. يمكن في طريقنا هنا لمقر حزب الغد والذي يتواجد في منطقه وسط البلد رصدنا عدد من الملصقات الدعائيه التي تم تعليقها هنا للترويج للمرشح الرئاسي، هذا كما ذكرت الى جانب المؤتمرات المقرر عقدها على مدار الايام القادمه وصولا ليوم 23 مارس، خاصه انه يعني الوقت المخصص للدعايه الانتخابيه بتستمر لمده 28 يوما بتتوقف قبل اجراء الانتخابات في الداخل او في الخارج. الحقيقه بما اننا احمد ايضا متحدث فيما يخص عن الدعايه الانتخابيه، فقد اعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات وفقا لاحكام الدستور والقانون عدد من المحظورات التي يحظر على اي مرشح استخدامها او تطبيقها قبل الوصول الى هذه المحاذير التي اعلنتها الهيئه الوطنيه للانتخابات والتي تاتي ترجمه لنصوص القانون فيما يتعلق بتنظيم عمليه الانتخابات. مسألتان تبدوان على درجة من الأهمية مرتبطة بالدعاية الانتخابية أو مرتبطة بالاستعداد للانتخابات. مسألة التحالفات السياسية، أنت أشرت إلى الدعم الذي قدم أو أعلن عن تقديمه من قبل اتحاد القبائل العربية في مصر، لكن ماذا عن خارطة التحالفات السياسية بين حزب الغد أو حملة موسى مصطفى موسى وبين الأحزاب والكيانات السياسية الموجودة في مصر؟ هل تبلورت هذه الخارطة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ما إذا كان هناك حديث عن حساب تلقي التبرعات الذي يفترض أن يتم فتحه من قبل كلا المرشحين، الحديث عن المرشح موسى مصطفى موسى؟ يعني احمد اذا بدات بالنقطه الاخيره، فحتى الان لم يتم الاعلان عن اي يعني اي شيء بيخص هذا الحساب البنكي، فربما ننتظر هذا الامر في خلال الايام القادمه. ولكن فيما يخص النقطه الاولى وفكره التحالفات السياسيه، فربما رصدت على مدار الايام السابقه عدد من الاجتماعات اللي بيعقدها يعني حزب الغد او حتى الحمله الخاصه بالمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى مع عدد من ممثلي فئات الشعب. ربما كان هناك اجتماع يعني منذ ايام مع نقيب الفلاحين ربما لفكره الحشد او عقد تحالفات، لكن حتى الان لم يتم الاعلان عما اذا كان سيتم يعني تأييد ترشح المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى من قبل اي احزاب او حتى اي فئات بتمثل يعني عدد من الفئات في للشعب المصري. فربما هي اجتماعات فقط لعرض الرؤى ووجهات النظر، لكن باستثناء المجلس المصري للقبائل العربيه والمصريه لم يتم الاعلان عن اي شيء بيخص هذه التحالفات. طيب جرمين، المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى اطل على المواطنين عبر عدد من اللقاءات التلفزيونية على مدى الأسبوع المنصرم، هل هناك انطباعات كونت داخل الحزب؟ هل هناك استطلاعات للرأي مثلا عن طبيعة انطباعات بعض المواطنين أو شرائح من المواطنين عن آراء المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، عن بعض بنود برامجه التي يعمل على بلورتها؟ هل هناك حديث داخل الحزب عن هذا؟ يعني حتى الان لم يتم الاعلان بشكل رسمي، حتى كنا نتمنى ان يكون لنا يعني فرصه بلقاء عدد من ممثلي الحمله الخاصه بالمرشح الرئاسي مصطفى موسى، لكن هم يعني الان لا يتواجدوا في مقر الحمله. ربما كنا نستطيع ان نعرف بشكل اكبر تحركاتهم على الارض او فيما يخص حتى استطاعات الراي، فربما يعني في هذا التوقيت نلتزم بما يتم اصداره من بيانات رسميه عن طريق مؤتمرات صحفيه او حتى تصريحات صحفيه من المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى او من ينوب عنه في هذه الحملة. لعلهم فرغوا من أداء صلاة الجمعة قبل لحظات من الآن. سأترك لك المجال جرمين لمحاولة التواصل معهم إذا كان ذلك متاحا، لمحاولة التعرف على طبيعة التحركات المقبلة لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى من قلب حزب الغد، حيث المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس الحزب جرمين إبراهيم انضمت إلينا على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك.